فيلمنا بيبدأ مع راجل لابس جاكيت من الفار وهو بيبص على سفينة بترسي على الشاطئ، وبيكون ده وقت الشتاء في مدينة باروف ألاسكا، وبيكون كل واحد في المدينة بيستعد للفترة الجاية واللي هتبقى لمدة 30 يوم كامل من غير شمس، والليل هيسود طول اليوم. وفي آخر يوم قبل الشهر المظلم بيتفحص الضباط إيبن وبيلي مجموعة من موبايلات بتلقط الشبكة من الأقمار الصناعية، وبتكون الموبايلات محروقة ومدفونة في التلج، ونتيجة لده بتكون المدينة ملهاش أي طريقة تتواصل بها مع أي حد خارج المدينة، وبيسافر معظم السكان من المدينة عشان يتجنبوا 30 يوم من الانعزال، وبيستعد الباقي للشهر المظلم. وفي ملجأ للكلاب بيطعن شخص غامض الكلاب وبيقتلهم من غير رحمة، وبيوصل اللي حصل لإيبن وبيقول إنه يحقق في اللي حصل. وبتكون مراته اسمها ستيلا وشغالة في قسم المطافي في ألاسكا، وبتكون في مدينة بارو لمدة يوم، ولكنها لسه ما قالتش لإيبن بسبب المشاكل اللي بينهم. وفي طريقها للمطار عشان تسافر بتعمل حادثة بالعربية وبتتصل على إيبن عشان يساعدها، ولكن إيبن بيقولها إنه مشغول وبيبعت بيلي ليها بداله. ولما بيتفحص إيبن جثث الكلاب اللي في الملجأ بياخد باله إن الكلاب اتعرضوا للطعن كذا مرة وتم التمثيل بجثثهم، وبيقول لجون صاحب الملجأ إن المجرم مش هيفلت باللي عمله. وبيبقى بيلي مع ستيلا وبيوصلها للمطار بأسرع ما يمكن، ولكن بسبب التأخير ستيلا بتفوت الطيارة، وكمان إن المطار مقفول، وبتبقى متعلقة في المدينة للتلاتين اليوم الجايين هي كمان. وبيروح إيبن لقسم الشرطة وبيلاقي هناك أخوه الصغير جيك وجدته هيلين اللي شغالة في القسم، وبتقول له هيلين إن في حادثة اعتداء حصلت في مبنى شركة الكهرباء. ولما بيوصل إيبن للشركة بيقابل صحابه كارتر وويلسون، وبيطلع إن في حد دمر مروحيه ويلسون، وبيستوعب إيبن إن في حد بيحاول إنه يقطع كل طرق الاتصال في المدينة بالعالم الخارجي. وبيكون جاس مدير شركة الكهرباء شغال في مكتبه، وفجأة بيسمع أصوات من الخارج، فبيطلع يشوف في إيه بيحصل، وبيبقى معاه كشاف نور، وبيلاقي نفسه محاصر من ناس شكلهم غريب. ولما جاس بيحاول الهرب بيقتلوا الناس وبيبقوا مصاصين دماء وبيمتصوا دمه، وبيبقى مصاصين الدماء ناويين على غزو المدينة خلال ال 30 يوم الجايين عشان يمتصوا دماء كل السكان. وبيبقى الراجل اللي كان في بداية الفيلم في مطعم وبيطلب لحم ومشروب كحول، ولما بترفض البنت اللي شغالة طلبه بيحاولوا انه يهاجمها، وبيكون إيبن وستيلا متواجدين في المطعم. ولما بيحاول إيبن انه يوقف الراجل بيتصرف الراجل معاه بعدوانية، وبيقبض إيبن عليه وبيوديه على القسم. وفي مكان مختلف بيكون في ثلاثة عاملين من شركة تكرير البترول في طريقهم للبيت بعد انتهاء شغلهم، ولكن مصاص دماء بيخطف واحد منهم وبيسحبه لشارع مظلم، وبيبقى الاتنين التانيين مش شايفين اللي بيحصل. وبعد ثواني بتترمي جثة زميلهم قدامهم، وبتجري البنت من الخوف، وبيكون زميلها مصدوم وما بيتحركش من مكانه وبيتفرج على زميله اللي بيموت، وبيكون في مصاصين دماء وراه وناويين يقتلوه هو كمان. وفي القسم بيحاول إيبن انه يستجوب الرجل الغامض ولكنه ما بيتكلمش، وفجأة كل الأجهزة الإلكترونية في القسم بتتوقف عن العمل، وبيتصل إيبن على جاس، ولكن بيطلع ان حرارة التليفون كمان مفصولة، وبيقول الرجل الغامض لإيبن انه يستخبي عشان هما في طريقهم وجايين، وبيبقى إيبن مش فاهم حاجة وبيتجاهل كلام الراجل. وبتنقطع الكهرباء عن المدينة بالكامل، وبيروح إيبن لمكتب جاس عشان يعرف ايه سبب العطل. ولما بيوصل للمكان بيلاحظ وجود دم على التلج في الخارج، وبيتتبع الدم وبيلاقي راس جاس مفصول عن جسمه. وبيرجع إيبن بسرعة للمدينة وبيحذر الناس وبيقول لهم انهم يفضلوا في بيوتهم، وبيكون جون مع إيلي مراته في المطبخ في بيتهم، وفجأة بيدخل عليهم مصاص دماء من الشباك وبيخطف إيلي وبيهرب بيها. وبيحاول جون انه ينقذ حياة مراته ولكنه بيتصاب وبياخدها مصاص الدماء اللي بين عن جوزها. وفي القسم بيهاجم الراجل الغامض جيك، وبيوصل إيبن في اللحظة المناسبة وبيضرب نار على الراجل، وبيشك إيبن فيه انه عارف حاجة عن موت جاس، ولكن الراجل ما بيقولش اي حاجة. وبعدها بيتحرك إيبن مع ستيلا عشان يعرفوا هوية القاتل بنفسهم، وبيلاحظوا في طريقهم ان في حاجة غلط بتحصل، وبيطلعوا من العربية، وبتشوف ستيلا حاجة بالمنظار وبتقول لإيبن انه يرجع بسرعة للعربية. ولما بيتحركوا بيجري وراهم مصاص دماء وبيطلع فوق العربية وبيضرب إيبن نار عليه، ولكنه ما بيتأثرش بالطلق. وبتعرف ستيلا توقعه من على العربية وبتهرب مع إيبن، وبيجي لهم مكالمة من القسم من هيلين وهي بتصرخ وبتستنجد، فبيروحوا للقسم وبيلاقي بقع من الدم في كل حتة، وبيبقى جيك وهيلين مفقودين، ولكن الرجل الغامض بيبقى لسه موجود في الزنزانة، وبيسألوا إيبن إيه اللي حصل، فبيقول إنهم مش عايزينه هو، وبيطلب من إيبن إنه يقتله. وبيتجمع ناس من السكان في مطعم وبيتكلموا عن مصاصين الدماء، وبيقولوا إن الطلق ما بيأثرش فيهم وإنهم بيتغذوا على دماء البشر، وبتظهر وشوش مصاصين الدماء وبيكون قائدهم اسمه مارلو، وبيتكلم بلغة أجنبية وبيأمر جماعته إنهم يقتلوا كل سكان المدينة، وبيسمع مصاصين الدماء أوامر مارلو وبيقتلوا كل اللي في طريقهم. وبيروح إيبن وستيلا للمطعم وبيكون جيك وباقي الناجين هناك، ولكن هيلين اتقتلت من واحد منهم، وبياخد إيبن الناجين لبيت قريب عشان يرتاحوا ويناموا، وبيطلع مع ستيلا وبيتحركوا بالعربية عشان يجمعوا أسلحة، ولكن مصاصين الدماء بيهاجموهم
وبيقلبوا العربية وبيسحبوا ستيلا منها، ولما بيحاول مصاصين الدماء انهم يقتلوا ستيلا بيظهر راجل بدقن اسمه براور وبيساعدهم وبيدوس مصاصين الدماء بالشاحنة بتاعته، وبتعرف ستيلا وابن يركبوا عربية براور وبيتحركوا وبيروحوا للناجين في البيت، وبيسمعوا اصوات الناس وهم بيتقتلوا بره البيت، لكنهم ما بيكونش عندهم الجرأة انهم يخرجوا، وبيقول ابن انهم ممكن يروحوا للسوبر ماركت عشان يجيبوا اكل ياكلوه خلال الايام الجاية، وبيقرروا انهم يفضلوا عايشين في البيت لفترة ويعيشوا في شركة الكهرباء لما تسمح لهم بالفرصة. وبيروح مارلو للرجل الغامض اللي في الاسم وبيشكره على اتمامه للمهمة وبيقتله، وفي البيت بيقرر الناس انهم يناموا بالتناوب ويخزنوا الاكل ويحددوا وجهتهم الجاية في وقت تاني، وبيعدي عليهم 6 ايام في البيت، وفي اليوم السابع بياخدوا بالهم من بنت في الخارج وهي بتصوت ان حد يساعدها، وبتكون البنت دي صديقة جيك من ايام الطفولة، وبيعرف ابن ان ده فخ لما بيشوف مصاصين الدماء فوق السطوح، ومع ذلك بيخرج عشان ينقذها لكنه بيشوفها وهي بتتعذب وبيقتلها مصاصين الدماء. ولما بيحاول ابن انه يرجع للبيت بينده عليه حد وبيطلع انه جون مستخبي في ركن، وبيحاول ابن انه يساعد جون ولكن جون بيهاجمه لانه تحول لمصاص دماء بسبب انه اتعدى من واحد منهم لما كان بيحاول ينقذ مراته، وبيحاول جون انه يعض ابن، وبيعرف ابن ان مفيش طريقه تانية ينقذ بها جون فبيقتله بالفاس، وبيرجع ابن للبيت وبينام بسبب الارهاق، وبيكون ابو ويلسون عنده خرف بسبب كبر السن وبيبقى عايز يخرج يدور على مراته الميته من سنين، وبيحاول ويلسون واستيلا انهم يهدوه لكنه بيهرب من الشباك، ولما بيعرف ويلسون اللي حصل بيخرج بسرعه للخارج وبيدور على ابوه بالرغم من ان استيلا عماله تترجنه ما يخرجش، وبيصحى ابن من النوم بسبب الاصوات، وفجاه بيدخل مصاص دماء للبيت وبيستخبى ابن واستيلا منه، ولما بيقرب منهم مصاص الدماء بيصرخ ويلسون عشان يشتت انتباهه، وبيلاقي مصاص الدماء ويلسون بره البيت وبيقتله، وده بيدي فرصه لابن واستيلا انهم يرجعوا للبيت، وبيعدي 18 يوم عليهم في البيت وما بيبقاش عندهم اكل باقي، وبتضعف اراده الحياه عند الناس، وبيقرروا من خلال العاصفه الثلجيه الجايه هيروحوا للسوبر ماركت عشان يجيبوا اكل، وفي اليوم ال19 بتحصل عاصفه وبيروح الناس للسوبر ماركت، ولما بيوصلوا بيجمعوا الاكل وبيشوفوا طفله صغيره بتمتص دم من حد ميت، وبيشيلها براور واستيلا وابن من عليه وبيقتل جيك الطفله اللي اتحولت لمصاص الدماء، وبتتوقف العاصفه لما بتجهز المجموعه للرجوع للبيت فبيبقوا متعلقين في السوبر ماركت، وبيقرروا انهم يروحوا لقسم الشرطه وممكن يكونوا في امان هناك، وبتقول استيلا ان مصاصين الدماء ما بيعرفوش يتعرضوا لاشعه الشمس والا هيموتوا، وعشان كده فضلوا مستنيين للشهر المظلم عشان يهاجموا المدينه، وبيفتكر جيك مصباح نور الشمس اللي جدته كانت بتستخدمه على النباتات، فبيقرر ابن انه يروح لبيت جدته ويجيب المصباح عشان يعمل تمويه لمصاصين الدماء ويقتلهم، ويدي المجموعه فرصه للهرب للاسم، وبيخرج ابن وهو بيصرخ ومعاه فاس وبيسمعوه مصاصين الدماء وبيطاردوه، وبتهرب باقي المجموعه لاسم الشرطه عشان يستخبوا في اوضه الطوارئ، وبيشغل ابن مولد الكهرباء اللي في بيت جدته وبيستعد لمواجهه مصاصين الدماء بمصباح نور الشمس، وبيحاصر مصاصين الدماء البيت، وبيؤمر مارلو حبيبته إيريس انها تقتل ابن، ولما بتدخل إيريس البيت من الشباك بيسلط ابن نور المصباح على وشها وبيحرقه، وبيلاحظ ابن ان مصاصين الدماء هيفصلوا مولد الكهرباء فبيهرب من الباب الخلفي اللي في البيت، وبيجري مصاصين الدماء وراه، وبيفضل مارلو مع إيريس اللي بتتألم وبيضطر انه يقتلها عشان تتخلص من المعاناه، وبيقول براور ان ده دوره عشان يلهي مصاصين الدماء، وبيركب عربيته وبيدوس بيها اللي بيطاردوا ابن، وبعد مواجهه عنيفه بيدخل براور بالعربيه في مبنى وبيخلي كل مصاصين الدماء يدخلوا معاه، وبيفجر براور نفسه وبياخد مصاصين الدماء معاه، وبيوصل ابن للقسم بامان، وهناك بيعرف ان كارتر اتعدى من مصاص دماء وبيبقى مفيش اي حل تاني، وبيطلب كارتر منه انه يقتله قبل ما يتحول، وبيدخل ابن معاه الاوضه وبيقتله وهو انسان قبل ما يقتله وهو مصاص دماء، وبيتبقى 5 من الناجين وبيبقى صعب بقائهم على قيد الحياه لفتره طويله، وبيجي اليوم 27 وبيبقى معاهم اكل يكفيهم الكام يوم اللي جايين لحد ما الشمس تشرق، وفجاه بيلاحظوا حد من البيت اللي قصادهم وبيحاولوا يبعتوا اشاره باستخدام كشافات الاضاءه، وبيفتكر ابن ان في حد محبوس هناك، وبيروح مع ستيلا عشان يتفقدوا الوضع، وبيطلع ان ده بيلي واللي اضطر انه يقتل مراته وبناته الاثنين عشان خايف يتحولوا لمصاصين دماء، ولما بيلي حاول ان ينهي حياته بعد اللي عمله المسدس اللي معاه ما بقاش شغال، وبيزعق ابن بيلي على اللي عمله وبيشيلوه وبيودوه للبيت التاني، ولكن لما بيوصلوا البيت بيلاقي ان كل اللي كانوا موجودين اختفوا، فبيفتكروا انهم ممكن يكونوا راحوا لشركه الكهرباء، وبيتحرك الثلاثه وراهم، وفي طريقهم بتشوف ستيلا طفله صغيره بتمشي في العاصفه الثلجيه وسط التلج، وبيقرب مصاص دماء من ورا الطفله وبيبقى هيجم عليها، وبالرغم من ان ابن بيحذر ستيلا انها تتجاهل الطفله الا ان ستيلا ما بتعرفش وبتجري وبتساعدها، وبيتحرك مصاصين الدماء وراهم، وبيقول ابن لستيلا وبيلي انهم يهربوا بالطفله وبيروح يعمل تمويه لمصاصين الدماء، وبيجري
التلاتة كل واحد منهم في اتجاه مختلف، وبيوصل ابن لمبنى شركة الكهرباء، بس ستيلا وبيلي بيكونوا مفقودين. وبيوصل بيلي اخيرا للمبنى، بس بيدخل وراه واحد من مصاصين الدماء وبيهاجم بيلي وبيعضه من رقبته. وبعد معاناة مع مصاص الدماء بيعرف ابن وبيلي انهم يرموه في المطحنة، وبتتفرم جثة مصاص الدماء، وبتحصل حادثة وبيتقطع دراع بيلي. ولما بيشوف ابن اثار العض على رقبة بيلي بيضطر ابن انه يقتله قبل ما يتحول. وبتيجي الليلة الاخيرة من التلاتين يوم من غير شمس، ولو المجموع عرف التصمد الليلة دي هيبقوا احرار وفي امان تاني يوم لما تطلع الشمس. وبتحتفل المجموعة ببقائهم على قيد الحياة طول الوقت ده. وبيشوف ابن مارلو ومساعدينه من الشباك، وبيقول مارلو لمصاصين الدماء ان السبب الوحيد انهم عرفوا ينجوا طول الفترة اللي فاتت هو انهم ما بيسيبوش اثر للي بيعملوا وراهم. وبيأمرهم مارلو انهم يحرقوا المدينة بالكامل. ولما بيبقى ابن فاكر ان مراته ماتت، بتتكلم ستيلا معاه عن طريق اللاسلك وبتقوله انها مستخبية تحت عربية في التلج، وبيوعدها ابن انهم هيتفرجوا على شروق الشمس مع بعض. وبيشوف ابن العربية، ولكن مصاصين الدماء دمروا كل انابيب وخزانات البنزين في المدينة عشان يحرقوها. وبيبدأ البنزين يملى الارض بين الشوارع، وبيتحرك تجاه العربية لستيلا والطفلة مستخبين تحتها. وبيستوعب ابن ان مفيش اي طريقة ينقذ مراته بيها، لو هي هربت مصاصين الدماء هيقتلوها، ولو فضلت مكانها هتموت محروقة. وبتنتشر النار وبيولع مصاصين الدماء في المدينة، وبسبب ان مفيش اي حل بيحقن ابن نفسه بحقنة من دم بيلي، وبيعرف ان ده هيحوله لمصاص دماء. وبيتفرج عليه اصحابه وهو بيتحول، وبيبقى ابن بيمثل عليهم خطر دلوقتي، فبيقرر انهم يقتلوه. ولكن جيك بيمنعهم وبيودع ابن اخوه للمرة الاخيرة، وبيروح عشان يحارب مارلو. وبعد قتال عنيف ما بين الاتنين بيعرف ابن انه يفصل راس مارلو عن جسمه وبيقتله. وبيشوف باقي مصاصين الدماء قائدهم ميت وبيهربوا. واخيرا بتشرق الشمس وبيطلع الناجين للخارج، وبتتفرج ستيلا مع ابن على شروق الشمس، وبيبوسوا بعض للمرة الاخيرة، وبتلمس اشعة الشمس جسم ابن وبيتحرق وبيبقى مجرد رماد، وبيموت في حضن مراته. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.